عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا مرحبا بكم في الحلقة الأجمل والأمتع والأقوى، حلقة أفضل طالب في الموسم الحداشر للمدارس وبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الحادي عشر من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في حلقة أفضل لاعب كل نقطة بـ40 ألف جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 38,450,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. الموسم الحداشر كان ممتع والمنافسة كانت قوية. حلقة النهاردة والحلقة النهائية هم دايماً أجمل ختام. على مدار المواسم اللي فاتت كسرنا حاجز 20,000 سؤال موسوعة العباقرة، مجهود كبير من فريق الإعداد. نحيي كلنا فريق الإعداد. رحلة جميلة عشناها مع طلبة مصر، 256 طالب وطالبة من 32 مدرسة، 24 مدرسة حكومية، 8 مدارس خاصة ودولية من 14 محافظة مصرية. لازم نحيي كل الطلبة اللي شرفونا في الموسم الحداشر، وكمان الأساتذة الأفاضل اللي تعبوا معانا ومع الطلاب في الاستعداد والتنسيق خلال الموسم بالكامل. نحييهم كلنا. اللي هيكسب ماتش النهاردة هيحصل على كاس أفضل لاعب في الموسم الحداشر، وكمان في جايزة مهمة جداً، كاس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي. نبتدي حلقة النهاردة وأفضل 8 طلاب من الموسم الحداشر، وأول واحدة فيهم من مدرسة بدر الثانوية بنات محافظة البحيرة، إسراء نبيل. من اول ما شاركت في برنامج العباقره عائلتي بتشجعني وتدعمني، وكانوا متوقعين ان انا اوصل لمصر النهارده انافس على لقب افضل لاعب. الحمد لله قدرت اوصل لمصر النهارده، وان شاء الله اشرفكم وخليكم فخورين بيا. من مدرسه السانتا الثانويه المشتركه محافظه غربيه، مصطفى نبيل. انا فريق ساعدني وجمع لي معلومات اللي كانت ناقصاني، وان شاء الله اشرفهم وافوز بالكاس. من مدرسة ستيم محافظة بني سويف، يوسف رجب. الفريق هو اللي كان بيديني الروح اللي أنا بقدر أنافس بيها، ولكن النهاردة هو مش موجود، بإذن الله أقدر أشرفهم وأرجع بالكاس. من مدرسة نور الدولية محافظة القاهرة، مرح ميسرة. لما أهلي وصحابي عرفوا أن أنا هشارك في ماتش أحسن لاعب فرحوا لي جداً، إن شاء الله بسبب دعمهم أقدر أرجع لهم بالكاس. من استيم المعادي محافظة القاهرة، بسملة كمال. إن شاء الله كاس أفضل لاعب النهاردة يكون مع كاس المركز الثاني للعائلات في بيتنا إن شاء الله. من مدرسة قلم شاي الثانوية المشتركة ومحافظة الفيوم، محمود صابر. بالرغم ان احنا خرجنا من دور ال 32 الا ان انا كنت محظوظ وقدرت اجمع عدد نقط كبير واشارك في مباراه افضل لاعب، وان شاء الله افرح فريقي واقدر ارجع لهم بالكاس. من مدرسه الشهيد احمد حسين الرسميه محافظه دهليه، محمد محمود. طبعا تجربه الموسم التاسع في ماتش البيست بلاير كانت عندي خبره اكتر بالماتش دوت، ازاي اخد في البازر، ازاي اتوقع الكوت الصح، وان شاء الله تكون نقطه من نقط فوز النهارده. من مدرسه طارق بن زياد محافظه القاهره، رحمه رجب.
الحمد لله انا قدرت اشارك في حلقة افضل لاعب، واهلي لما عرفوا دعموني وشجعوني قوي وقالوا لي ان دي فرصة حلوة قوي ليا، وان شاء الله اكون قد ثقة اهلي وزمايلي فيا. الحقيقة كان موسم جميل، انتوا امتعتونا، ردود الفعل فعلا عظيمة لان انتوا اديتوا اللي عليكم وزيادة. اسراء نبيل، ازيك يا اسراء؟ زي حضرتك. احساسك ايه بقى؟ قوليلي. طبعا حاسه ان انا فخوره ان انا موجوده هنا، وحاسه بسنه قلق برضو. سنه طب. قلق ليه بقى؟ يعني طبعا ده ماتش مهم واكيد هيبقى ماتش صعب يعني. طبعا معاكي افضل سبعه في طبعا. الموسم طبعا. مين معاكي النهارده؟ معايا ماما، والدتك، ومعايا مستر مدحت مدير المدرسه. برحب بيهم. ومعايا ايمان صاحبتي جايه تشجعني. جدعه جدا تيجي معاكي كل المشوار ده من البحيره عشان تشجعك، جميل جدا. يوسف رجب، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله يا مستر حسن. يوسف بتشارك لاول مره وعملت موسم استثنائي قوي مع ستيم بني سويف. الحمد لله ده كله من فضل ربنا. احساسك ايه؟ احساس النهارده يعني حزين وفرحان في نفس الوقت. انا حزين لان انا النهارده وحدي من غير الفريق بتاعي. بس معاك اصحابك. معايا اصحابي بس الفريق بتاعي كان يعني. ومعاك والدك. واخد بالي، ولكن انا النهارده فخور بان انا بمثلهم النهارده في ماتش احسن لاعب، ولكن انا زعلان برضو ان هم مش موجودين معايا النهارده في الاستوديو، لان هم كان ليهم روح مختلفه جدا حتى في الماتشات اللي احنا لعبناها مع بعض. لا فريق قوي الحقيقه، ستيم بني سويف فريق قوي، وكانت مباراتكم كلها حلوه. ربنا يخليكم. انت تاني اعلى سكور في الولاد، كم نقطه؟ 185 باين. 185 نقطه، صح، برافو عليك. بسمله، ازيك يا بسمله؟ الحمد لله تمام. عباقره المدارس، عباقره العائلات، ده الموسم الرابع خلاص. ودي تاني مرة تلعبي على بيست بلاير. مش سهلة دي. الحمد لله. كان موسم حلو؟ فلت على آخر سؤال؟ مش هتنسيه عمرك، أنا عارف. جبتي كام نقطة؟ 225. 225، تاني أعلى سكور لبنت في البطولة. طبعا هبة خدت الجملة واحد مسقف على طول. تشجيع غير عادي من اختك، حاجة جميلة جدا، ربنا يخليكوا لبعض يا رب. محمد محمود، ازيك؟ الحمد لله. برافو عليك، قدرت توصل بفريقك للنهائي. الحمد لله. برافو عليك، اعلى سكور في البطولة كم نقطة؟ 300 نقطة. 300 نقطة، مع انها المرة الثانية اللي انت بتلعب على اللقب افضل لاعب، لكن مستواك اتطور جدا. الحمد لله بفضل من موسم لموسم، برافو عليك. احساسك ايه؟ فرحان بجرب التجربة تاني، مبسوط اكتر عشان وصلت النهائي. لا احساس احسن بكتير. ضمننا ان في كاس هيروح المنصورة. الحمد لله. انهي واحد؟ ان شاء الله. مش عارفين، هنعرف في الماتش اللي جاي. جاهز؟ جاهز. اتمنى لك كل التوفيق. مصطفى نبيل، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. احساسك ايه؟ فخور ومتوتر في نفس الوقت برضه. قلقان من ايه؟ انا بلعب لوحدي. كل واحد هنا بيلعب لوحده، ما تقلقش، ما حدش مع حد النهارده، ولكن انتوا كلكم هتشجعوا بعض، صح ولا غلط؟ صح. مرح، مصطفى نبيل عايزين نطمنه، نقول له ايه؟ طالما وصل للماتش ده فاكيد مستواك كويس، وان شاء الله هتعمل ماتش حلو. الفرق بينكم 5 نقط بس. 155 و150. محمود صابر، مفاجأة الحلقة. ليه بقى؟ عشان انت لعبت ماتش واحد بس. ايوه. ولكن كان في الماتش ده ليك دور قوي جدا، وبان فيه تميزك. واحنا كفريق عمل بنركز في التفاصيل الصغيرة. عشان كده قلنا انك تستحق تيجي تشارك. كانت مفاجأة حلوة؟ طبعا كانت مفاجأة جميلة، بس كنت زعلان برضو ان احنا اتخرجنا من دور ال 32، يعني كان نفسي نكمل اكتر من كده يعني. بيحصل، والمدارس بقت بتستعد والمنافسة بقت قوية، مفيش حاجة متوقعة. صح. ربنا يوفقك. رحمة رجب، ازيك يا رحمة؟ الحمد لله تمام. احساسك ايه؟ مبسوطة طبعا وفرحانة جدا ان انا وصلت للنهائي مع الفريق. جبتي كام نقطة؟ 285. 285 نقطة، تاني أعلى سكور في البطولة. وأعلى سكور لبنت رحمة ومحمد محمود وجها إلى وجه. 285 نقطة و300 نقطة، وهتلعبوا قصاد بعض في المباراة النهائية. أنتوا الاتنين الحقيقة
مستواكو اتطور بشكل غير عادي الحمد لله من اللي فات للموسم ده. انا فخور بيكي. شكرا جدا. انا فخور بيكو كلكم الحقيقه، حاجه مشرفه. الموسم ده كان صعب واسئلته كانت صعبه، ناس بتستغرب ازاي بتجاوب على الاسئله الصعبه دي، ولكن هم دول ولاد العبقرة. جاهزة ماتش النهاردة؟ إن شاء الله. منا لك كل التوفيق. شكرا. نحيي كلنا الطلبة الثمانية اللي وصلوا للمباراة الصعبة دي، مباراة أفضل لاعب. طبعا النهاردة الاستوديو مليان ضيوف، ضيوف من العبقرة وضيوف من الأهالي وضيوف من الأصحاب. معانا ضيوف كتار جدا، مش حاضر أقول الأسماء عشان مش عايز أنسى حد، ولكن أبطالنا من المدارس، من الجامعات، من عباقرة الأصحاب، وكمان من العائلات. أنا عايز أحييكم كلكم وبشكركم إن أنتوا جيتوا في يوم مهم زي ده عشان تحضروا معانا اللقاء الجميل ده. بحييكم كلكم، شكرا. نبتدي حلقة النهاردة وكالعادة ما عندناش سؤال السرعة، صح ولا غلط؟ صح. حافظينها العباقرة في الموسم الحداشر للمدارس، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وقبل كل فقرة هشرح الموضوع هيمشي ازاي. وأول حاجة نبتدي بيها هي فقرة العلم. العلم، العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عندنا سؤال في الجغرافيا ليكم انتوا التمانية. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا فرصة اولى، فرصة تانية، وفرصة تالتة. جغرافيا، والسؤال هو: في اي دولة تقع مدينة كوبر بادي؟ مصطفى نبيل. استراليا. تعرف ايه عن كوبر بادي؟ في نهر كوبر كريك برضك في استراليا، فممكن تبقى واقع عليه. انت خدتها اي كيو عشان في نهر هناك. هي مدينه غريبه جدا، مدينه تحت الارض، درجه الحراره بتوصل ل 52 درجه مئويه، فالسكان قرروا ان هم يبنوا بيوتهم تحت الارض. مصطفى نبيل، استراليا. اجابه صحيحه. استراليا الاجابه الصحيحه، برافو عليك يا مصطفى. اول 10 نقط في مباراه النهارده. السؤال الثاني في الجغرافيا، جغرافيا، والسؤال هو: تقع جبال فيني كونكا بإحدى دول أمريكا الجنوبية، فما هي؟ مصطفى. بيرو. بيرو، إجابة صحيحة. مصطفى بيخطف في السؤال الثاني 20 نقطة. إيه ده، مصطفى بيحاول يخطف في الماتش من أوله. لسه بدري. برافو عليك. دلوقتي عندنا سؤالين في التاريخ، تاريخ، والسؤال هو: أسس الفريق جلال هريدي إحدى فرق القوات المسلحة المصرية، فما هي؟ بسملة. بحرية. البحرية، إجابة خاطئة. تم تأسيس الفرقة دي سنة 1955 بسينا. إجابتك. طيران. الطيران، إجابة خاطئة. كده الفرصة الثالثة، خلي بالكو، بزائد 10 أو ناقص 5. الفرقة دي قامت بعمليات مهمة جدا. 39 قتال. 39 قتال، صح؟ طبعا. لا، ساقة. أيوة، برافو عليك يا بسملة، علشان بتستعجلي. الفريق جلال هريدي بيطلق عليه الأب الروحي لسلاح الصاعقة المصرية. نحيي كلنا. دلوقتي عندنا سؤال في التاريخ، تاريخ، والسؤال هو: وقعت حادثة باتريتش بين بلغاريا ودولة أوروبية أخرى عام 1925، فما هي؟ محمود صابر. تركيا. تركيا يا محمود، إجابة خاطئة. كده محمود خرج بره. الفرصة الثانية، إسراء، إجابتك. صربيا. صربيا يا إسراء،
إجابة خاطئة. بيطلقوا عليها حرب الكلب الضال. يا زائد 10 يا ناقص 5. يونان. خدت الريسك وبيسقفولك. المعلومة عندك؟ آه. المعلومة عندك. قصتها إيه؟ كان في كلب عدى الحدود بين بلغاريا واليونان فقامت حرب بينهم. الكلب لما عدى صاحب الكلب كان جندي جري وراه، القوات البلغارية ضربت نار عليه قتلته، من هنا ابتدت الحرب. مصطفى نبيل 10 نقط كمان. إجابة صحيحة. اليونان هي الإجابة الصحيحة، وكده مصطفى نبيل معاه 30 نقطة. دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، أدب والسؤال هو أديب نرويجي مؤلف مسرحية عدو الشعب، فمن هو؟ مرح. بيتر هندكا. يا مرح استعجلتي. ويا مرح إجابة خاطئة. اتنشرت سنة 1882 وتعرضت 1883. بسملة إجابتك؟ كنوت هيمسون. بسملة إجابة خاطئة. السلسلة دي بتتكون من 5 فصول. الفرصة الثالثة. هنريك إبسن. صح. هنريك إبسن. وخدت الريسك. خدت الريسك ليه؟ إن شاء الله صح. إن شاء الله. في أول ماتش استعجلة ليه؟ أبو الدراما الحديثة. إجابة صحيحة. هنريك إبسن هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رحمة وهارد لك يا بسملة. للأسف الشديد نطقت الاسم غلط. أول 10 نقط لرحمة، رحمة 10 ومصطفى نبيل 30. أدب والسؤال هو من هو الروائي المصري الشاب مؤلف رواية مالك؟ اتنشرت في 2014 رواية رومانسية. رحمة إجابتك؟ الله خطفت البزر والاسم طار. عندي رواية في البيت. عندك في البيت. الاسم ايه بقى؟ رحمة. إجابة خاطئة. مش هنقدر نرجع البيت نشوف اسم اللي كتبها ايه. طيب الفرصة التانية. محمد محمود. أشرف عشماوي. أشرف العشماوي. بسملة ملكة بسملة. ما أشرف عشماوي مش شاب خالص يعني. هي عندها حق الحقيقة. أشرف العشماوي مش شاب. مستشار أشرف العشماوي راجل كبير وصديق عزيز وأنا بحبه جدا. ومحمد محمود إجابة خاطئة. الفرصة الثالثة. زائد 10 أو ناقص 5. مفيش إجابة. من الروايات الأكثر مبيعا؟ الإجابة الصحيحة محمود بكري. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في العلوم. علوم والسؤال هو كم عدد وحدات القياس الأساسية وفقاً للنظام الدولي للوحدات؟ ثلاثة. ثلاثة ازاي يا مصطفى؟ أكتر. ثلاثة طبعاً. إجابة خاطئة. Units of measurement. بسملة. سبعة. هم إيه السبعة؟ الماس والتايم واللينس والأمانة. خلينا نقولهم بالعربي. ايه رأيك؟ ها الكتلة. المتر. أوه. الجرام. الثانية. الأمبير. الكلفن. والمول. الشمعة. والمول. وسبعة. إجابة صحيحة. أول 10 نقط لبسملة. بسملة 10، رحمة 10، ومصطفى نبيل 30. آخر سؤال في الفقرة علوم، والسؤال هو أستاذ دكتور جمال عصمت هو المصري والعربي الوحيد الذي ترأس الاتحاد العالمي لأطباء أحد أعضاء جسم الإنسان، فما هو؟ مرح. الكبد. الكبد. مصطفى نبيل إجابتها صح؟ نفس الإجابة. كانت نفس الإجابة. الأستاذ الدكتور جمال عصمت
ترأس الاتحاد الدولي لأعضاء الكبد في ألمانيا من 2006 إلى 2008، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية 2010، وحصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى في 2017. والكبد يا مرح، إجابة صحيحة. وأنا عايز أنتهز الفرصة وحي الدكتور العظيم الدكتور جمال عصمت. وبنهاية الفقرة الأولى النتيجة: إسراء نبيل لسه ما فيش نقط، يوسف رجب لسه ما فيش نقط، بسملة كمال 10، محمد محمود لسه ما فيش نقط، مصطفى نبيل متقدم بـ30 نقطة، مرح ميسرة 10، محمود صابر لسه ما فيش نقط، ورحمة رجب 10. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة بـ40,000 جنيه، بما يساوي 2,400,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.